7% من الرجاله بيجي لها اكتئاب حمل وهو مش بيبقى حامل، ما بيحملش، انما بتتسرى لي عدوى المشاعر نتيجه ان هو بيشوفها بيتاثر بيها من صنعها اللي بتقع من البادي ايمج اللي بيتغير من الزلال من الطيق، فممكن هو كمان يجي له اكتئاب حمل في نفس الفتره بتاعه الحمل. كتير جدا دلوقتي من الرجاله بيجي لها نفس الاعراض النفسيه بتاعه الدوره الشهريه، احنا بنسميها الدوره الشهريه لدى الرجال، بقت مصنفه في منظمه الصحه العالميه، بس مش بتاخد فتره زمنيه قليله زي المراه 4 أيام مثلا في الشهر، لا ممكن تقعد معاه فتره طويله شويه، انها بتنتابه نفس الاعراض. يعني بوريكي قد ايه بقى في استحداثات في الاضطرابات النفسيه، دي حاجات غير متوقعه. لكن التعامل بقى هنا بيكون ازاي؟ هل من خلال معالج او طبيب، ولا انا مع الوقت هبقى كويس؟ يعني انا ارى من منظور الشخصي ان كل انسان يشتغل على نفسه الاول، مهم قوي. انا مريت بتجربه مثلا انفصال، يعني تجربه مثلا طلاق، ما اقعدش بقى ابالغ في جلد الذات واقول يا ريتني، او ابص لاولادي واتحسر واقول لا هم ما بقاش يصرف دلوقتي، او يعني يا ريتني كنا فضلنا زي ما احنا. ما انا بلغش في المشكله وليس في الحلول. بالظبط كده. هو ابتدي اشتغل على نفسي، اشتغل على نفسي ايه بقى؟ اطور من مهاراتي، ابتدي اشوف حلول بديله، ابتدي اشتغل وانتج.